السلام عليكم، يونس عرباب سورفر من منطقة سوسمسات. بغيت نعاود لكم على رياضة السورف اللي ظهرت لي أول مرة في جزر هاواي وفي المغرب في شاطئ المهدية في بداية الستينات. أنا بديت كنمارسها منذ 27 سنة وخصصت جزء من المسار ديالي باش نبارطاجي الهواية ديالي مع عاشقين السورف في المغرب. الامتياز اللي عندنا في هذه المنطقة ديال تغازوت شمال أكادير هو تواجد مؤهلات طبيعية اللي هي الأمواج ذات طراز عالمي مثل المضربة أو أنكر بوينت اللي كانت واجدة فيها واللي تنظمت فيها مسابقة عالمية لأول مرة في شهر يناير الماضي. كنتمنى نتلقاكم قريبا على الشواطئ ديالنا إن شاء الله باش نبارطاجي معكم الهواية ديالي في أحسن المناطق لممارسة السورف في العالم. رمضان مبارك كريم وعلى ما نتلقاو.